السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الشرقية للمواشي على اليوتيوب، حياكم الله اخواني من سوريا من محافظة الحسكة من سوق وبزار مشيرفة شمال محافظة الحسكة. اليوم 3/4/2024 ما شاء الله تبارك الله، تعرف على وضع السوق والحركة بشكل عام. المشترك بالقناة يشترك بالقناة، ينزل مباشرة يضغطون على زر الإعجاب وزر الاشتراك. اللهم صل على سيدنا محمد، غنم طيب محسن طيب إن شاء الله، وراها خراف وراها طيب طيبة. شوف هاي مواليدة، اللهم صل على النبي، عاش الروس وبي القرقورة، هاي مي والدة ما شاء الله، الصلاة على محمد. هاي موجودة العم أبو عزيز الدبان تبارك الله، فطايم وخراف وراها. كم فطيم وكم خروف؟ ثلاث خرفان؟ أربع خرفان. أربع خرفان عمي أبو عزيز. الباقي فطايم. ست فطايم؟ إيه. ست فطايم وأربع خرفان، وهن عشر رؤوس المواليد أدوار ما شاء الله. لا أبي واحدة مي ولا؟ لازم 11 عشان. إيش كارك؟ العشرة مواليد. العشرة مواليد وذي جو. القرقورة مي ولا؟ ومعهن واحدة زاد الجبل. هاي المكسوس هاي؟ المكسوس. أيوة ما شاء الله عليه. هاي بسم الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله، الصلاة على محمد. هاي الجبة، الصلاة على محمد. طبعا بيهن صغار مثل هذا، صغير وذن كبار، فطايم وخرفان. هاي فطيمة صغيرة، فطايم كبار ما شاء الله عليه، الصلاة على محمد. طبعا شوف أسعار عند عمي أبو عزيز دقيقة. هذا رب جدلال أبو حلا. أنا أبو غزالة والله. حبيبي أبو حلا، يلا حي شرابين والله. يلا حيهم، حي البقارة كلها وأخوت وضحى والله. ونعم ونعم منكم أخوت وضحى، ما عليك زاد أبو الله. أبو حلا شلون السوق عم أبو حلا؟ والله السوق تقول بي شوية حركة هنا الخروف. إن شاء الله إن شاء الله والله يا عم أبو حلا. السوق يعني من دلال لدلال يختلف، في دلال يقول لك ما عندي حركة. والله لا ان شاء الله حركته ماشي حالة توه توه متحرك. هلا من دلال لدلال هذا الرزق. ننسام ننسام. رزق رزق. إيه يعني ننسام. ينسام إيه. إن شاء الله. هذا أنا شنو هو وضعه؟ طيب مهنة البيع، هذا جاي من واحد أمانة. أمانة شو؟ أيوة أمانة. نروح خير نروح. أيوة. نبعد نبعد. تجي على الخرفان هاي. الخرفان. إيه. الخرفان هذه صارت 27.4 مليونين وسبعمية وخمسين. إيه. ما شاء الله هاي. إيه بالله. مليونين وسبعمية وخمسين. والطلب عم ابو حلا طلبنا عليها 28.5 مليونين و850. ايه طيب هاي هي جدا شنو خلاص هذا ايه يلا خرفان يلا حبه حبه يلا صار 29 مليونين و900 مليونين و900 هالخرفان. نعم نحكي بالمفرد يا شباب. أيوة. مليونين و900 طيب طلبنا عليها 300 300 طلب. أيه. والبيع على الثلاث. أيه. طيب هذا انا خرفان شنو؟ هذا انا صغار ابو حلا. هاي اصغر هاي اصغر ما صارت كل شيء. شنو خرفان هاي؟ خرفان مثل هاي شنو عليها؟ هاي طلبها بالمليون و500. ايوه مليون و300 مليون و500. ايه. صغار حيل هاي صغار. اي طيب الجدايه صار مليون و150 مليون و150 مليون و150 مليون و150. ايش قد اجل البيع؟ البيع على 400 على المليون و... مليون و400. ايه. مليون و400. تحياتي لك ابو حلا. بس اصور لي السياره السياره. ونعم منك عمي ابو حلا. وكل عام وانت بخير. بخير بخير ان شاء الله. على راسي من العاد على السلامه. امين يا رب. على المسلمين جميعا. على المسلمين جماعة. انا بالنسبه للصيام هذا العيد للصيام، المصايم ما له عيد ابدا. المسلم المصايم ما له عيد ابدا. لو طالع بيدي اضرب من خوانك وش خنقوا والله. والله العظيم شوف يا اخي مفطرين ويجاهرون بال الرجال دائب يشغل طيف الهلوش. ونعم والله انا شيخ. نعم. ونعم منك عمي. ونعم من الطفحين كلهم والله. تسلم. الله يبارك بكم. السلام عليكم ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. الله هذا رب جلال عمي ابو عزيز الدبان ما شاء الله. خمس صارت 9 كل ما سامع. شو كان ابو عزيز؟ هلا هلا هلا. شنو وضع الغنم ابو عزيز؟ هاي غنم حكي يا اخي. حراتي. ايه. ما شاء الله. 5 مليون صار عاد 9 ملايين 9 ملايين. 5 الوحده ب 9 9. ايه نعم. ما شاء الله. وراها شيء ولا؟ شلون وراها؟ ثلاث طيبان. خرافين فطايم؟ خرافين فطايم. ما شاء الله تبارك الله. 5 رؤوس. وليش تريها كلها؟ 5 رؤوس ما شاء الله مدفوع به الوحده 9 ملايين سوري. طبعا كل وحده وراها خروف اكبر منها. ما شاء الله. فطايم ده شوف الفطايم شوف. ما شاء الله هذا الفطايم منو؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوف الفطايم خشنة وطيبة ما شاء الله. هاي خرافة. لا من وحدة اثنين ثلاثة تبارك الله أربعة خمسة. هاي موالدة. هاي موالدة قرقورة. هاي موالدة ما شاء الله عليها. كلها كلها بيعرف. صلى على محمد. احنا كلنا كم راس ابو راف؟
ما شاء الله. هذا الخرفان زاد هنا من مواليدهم، هذا خاروف، هاي فطيمه، ما شاء الله تبارك الله، الحمار وال ما شاء الله ما شاء الله، بزره طيبه ما شاء الله. هذا دلال ابو عزيز يقول 5 منهم دفع بين 9 قليل عليه 9 ملايين يعني، واحده وراها خروف اكبر منها، فطيمه اكبر منها، اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. وهاي قرقوره هي هاي، ايه ما شاء الله عليها، بس شوي بلا بزر، ما شاء الله عليها قرقوره رفع، اللهم صل على محمد تبارك الله. خلي خلي ما شاء الله، بيها شيء هاي، بيها شيء، بيها شيء خلي، ما بي صح فطيمه، ما فيها شهرين وقال ما فيها، ايه ما شاء الله عليك، دواب طيبات، الله مسلم عليك. رجع دلال عم محسن الحنان ابو احمد، نبلش نشوف الحركه من الصبح، ما زال بي هواء طيب. ابو احمد الغالي شلونك؟ هلا بيك، هلا الله يسلمك. شلون السوق ابو احمد؟ والله زين زين الحمد لله، حيل زين ان شاء الله، حيل زين ان شاء الله. هاي شنو العجله؟ هاي حايل صارت ب 35، طلبت عليها 4 3 ملايين و500 حايل لحم، نعم ما شاء الله، طلبت عليه 4 ملايين، نعم نعم الله ينعم. هذا بعته ب 35، 3 ملايين و500، نعم خرفان خرفان، 3 ملايين و500 تم البيع، نعم طيب. تم البيع طيب، على عيني انا اسف. هذا انا ما صار شيء، طلبنا 32 ما صار شيء، 3200 ما صار شيء. لا ما يفعل البيع. طيب كمل ابو احمد يا رب. هاي صارت 21 فطايم، فطايم 2,100,000، نعم ما شاء الله. ابوي 25 صار ما باع. طيب ابو احمد شنو عندك؟ هذا انا صار 28 وما باع، 2,800,000 ما باع، نعم الواحد طبعا يجيب المفرد، 30 ما باعوا، 3,400,000 ما باع، هذا 25 وما باع، هذا 2,500,000 الواحد، الجوز 5 ملايين، نعم. العنزه الزينه هاي، العنزه الزينه الحلوه ما صارت، كل شيء طلبت عليها 6، حياك الله. هاي ناخذ له وحده للصغيره، هاي نعم للصغيره كبيره، 5 ملايين وراها توم ما صارت، نعم. طيب الخرفان هذا ابو احمد، هذا طلبت عليه 35، 3.5، 3,500,000 لسه ما صار دفع، لا. طيب هاي الجدي سخلا، الجدي هذا طلبنا عليه 16 مليون، سخلا سخلا جدي 16 ما عندي مشكله، مليون و600. طيب الشيلة هاي، الشيلة هاي طلبت عليها 32، 3,200,000، نعم ما صارت ابو احمد ولا ليره ما شاء الله عليها، 3,200,000 كامل مو؟ لا هذا المهم، لا هذا حدا، هذا حدا، اه هذا حدا، انا بخاله ابو جمال، 3,200,000 اما ما صارت بشيل السهم، ما شاء الله يطلب طلب، تنباع تنباع ان شاء الله خير وشقاء، اللهم صل على سيدنا. 3,200,000 سوري الراس الواحد، يعني 6,400,000 الجوز، اما ما صارت لسه ما شاء الله. طلبت عليه 5، نكمل على رجل الدلال احمد الحميري ابو ميسر، اليوم من الصبح ابو ميسر نصور مو بالكيف والله. الموس يا للموس على الموس، اسمع ابو ميسر شو يقول الموس، ما شاء الله. ابو ميسر غالية بلى، الخرفان هاي لسه على بابا، شو تطلب عليه ابو ميسر؟ والله 3 ملايين ولسه ما سامع، 3 ملايين ما صارت شيء، ما شاء الله. طيب حج احمد هذا مليون اشتري، هذا خروف هذا؟ ولا لسه ما شال عندي كل شيء مخزون. السوق شنو الوضع زين؟ والله مو زين. مو زين. يقولوا لك زين والله مو زين. مو حيل. الجداية ها ابو ميسر شنو شبيعة؟ 15. على 1,500,000. اي نعم. ما شاء الله عليها. الجداية وردي. على 1,500,000. هذا بشتري. هاي شيلة خراف ندفع بها 300 بعد العيد. ما شاء الله. 300 ما شاء الله. الخرفانة الزينات هاي. طبعا مو هاي، هاي صغار، هاي هاي ربج كامل 300 بعد العيد، اللهم صل على سيدنا. وهذا ربج دلال احمد سليمان، ابو سليمان شلونك ابو سليمان؟ حي ابو غزال الله حي، يلا حي ابو معيش. ابو سليمان بيش هاي الفطايم؟ والله فطايم ردت ب 22 وما صارت ب 5، 2,200,000 الطلب ما صارت بشيل الساعه. هذا الشب شنو وضعه؟ هذا الشب هذا يريد ب 6 والله، 6 ملايين ويدفعون ب 4 ملايين، 4 ملايين قحم مو؟ والله قحم ثاني ما شاء الله. لا 18. هذا رجل دلال عم ابو عباس عنده شيلة الخراف، نشوف شنو وضعها. والله اخي هاي الخراف مرعبة. هلا عمي ابو عباس حياك. هاي صارت 3 ملايين. ثلاث. والطلب عم ابو عباس؟ طلبنا 32. الطلب 3,200,000. ما شاء الله عليها. خرفان زينة. طيب الفطام. الفطام صارت 20. 2,000,000. ما شاء الله. طلبنا 22 والطلب 1,200,000. صور يجيب حق العالة. طيب
اللي يصور يطلع بالهواتف يجيب حق العالم. طيب اخر فعل 27.5 مليونين و750. ايوه. ايش طالبين عليه يا عمي ابو عباس؟ طالبين 28. الطلب مليونين و800. هذا النصار 28. هذا النصار 28 مليونين و800. والطلب ثلاث؟ والله طلبنا ثلاثه بس ما يجيني ثلاث، يعني بيجيني 28.5 29. شلون السوق عمي ابو عباس؟ والله واقف. واقف. عيد عيد السوق. عيد عيد. تحياتي لك. ولا تريد بعد الدين بعد العيد والدين والعالم ما كله مطلوبه على راس على راس ابو عباس. تحياتي. يلا حيا فضيله والله اضرب جد الله فضيله يا شباب ما شاء الله تبارك الله. بيش العنزه فضيله؟ العنز صار مليونين و250. لحم مو؟ لحم ايه؟ مليونين و250 لحم. وانا نفس الشيء. حتى مكيلات يا شباب. وابو فضيله يريد مليونين و300. ما شاء الله تبارك الله، زينة. وتبعناها مليون و200. مليون و200 على الموس. مليون و200 على الموس، ذبح يعني. ما شاء الله، الرقوث ابو فضيله؟ هاي هاي هاي. هاي هاي وراها خروف مو؟ هاي وراها خروف يعني اللي يدها بخمسة. ايه. لسه ما صارت. الطلب عليها 5 ملايين. لسه ما صار دفع بيها. ما شاء الله، طيب، شنو عندك النوب؟ عندي تعال. عميق. هذا رمج الدلاله الفضيله يا شباب نشوف فيه فطايم طيبات ما شاء الله. صار 23. نعم صار مليونين و200 والطلب مليونين هذا الدلال فاضل 300 ونعم من فاضل والله ونعم والله ما شاء الله فطايم طيبات ورادي. طيب عمي ابو فضيله شوف والله شغل صناعه شغل صناعه جداية ايه جداية شغل مليون والعنز هاي فضيلة مليون وميتين طيب باقي ترى جاي يطلب قليلة فضيلة اي هو هي اسعار ميتة عليه قليلة قليل عليها مليون وميتين فضيلة عادي يا رب ما اعرف انت ادنى مليون وميتين جاي يطلب على الجداية والعنز فضيلة العنز هاي صارت مليونين ومية زاد لحم زاد لحم مليونين ومية لحم ما شاء الله حلوة هذا يطلب 27 يقودن نعم مليونين و700 طلب عليها ايه. خرفان ورديات ما شاء الله طيب اشيرت الجدايه هاي ابو ولا سخلات هاي سخلات شغل مليون و100 مليون و100 سخلات 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 ورادي زينات ما شاء الله مليون و100 البيع ما شاء الله شباب هذا رجل دلال عمي حج علي ما شاء الله تبارك الله شلونك عمي حج علي الله ويا مرحبا على راسي يا عمي حج علي مرحبا يا هلا بيك شو السوق اليوم والله ما شاء الله صلاه محمد الله يرزق يا رب الله يرزق ان شاء الله الله يرزق نعم الفطايم هذا ابو فضيله ابو عمي حج علي شو تطلبون عليه مثل الاصغر نطلب عليها 12 مليون و200 مليون و200 الوحده طبعا مليون و200 ما صار امشي طيب شنو عندك عندي هذا الخروف هاي خروف انا اطلب ب 33 ويدفعوا لي ب 29 الطلب 3 ملايين و300 والدفع مليونين و900 مليونين و900 طيب هاي عويك شنو وضعها؟ هذه عويكه الجبه يعني الجبه شنو سعرها تقريبا؟ بالمليونين 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 اما عويك كبيره اي كبيره طيب عمي حج علي هاي الجدايه شنو هاي؟ هاي الجدايه هذه بدنا نبيعها ونخلي امهاتها مشان الحليب ايوه ايه؟ تلجب امهاتها تلجب امهاتها شنو اسعارها؟ اسعارها بالمليون مليون بالمليون مال ترباية هذا مال ترباية اي نعم ما شاء الله عليهم هذا اللي جاي يطلب عليهم مليون مليون طبعا هذول ورا امهاتهم بس يبيعون مشان يلجبون امهاتهم مشان الحليب الصلاة كمل اخواني مع رمج الدلال العم ابو طلال شوف شوك عم ابو طلال ابو غزالة شنو تشبش هذا؟ هذا على الموس صار 4.5 4 ملايين و500 ايه موس اي بالله مكسور من رجل طيب هاي صار 3 ملايين موس هاي ولا؟ لا صار 3 ملايين لحم ايه وهاي صار 3 ملايين هذه صارت 25 هاي 3 ملايين لحم وهذيك 25 ملايين ونص لحم ما شاء الله طيب الفطيم عم ابو ولا خروف هذا؟ ما سام ايوه لاحظ ما سام عندي شيء بنوب ابدا ايوه شو تطلب عليه مثل الخروف هذا؟ والله هذا نطلب عليه 26 مليونين و600 ايه. ما شاء الله طيب العنزه الزينه هاي؟ والله العنز هذا ندور 5 ملايين شنو وراها؟ جواها توم جواها توم طلب عليه 5 ملايين اما ما صرت والمطافيل هاي ما سامع طالبين 55 هاي 5 ملايين و500 هاي رغث خرفان وفطايم وراها طلب عليها طايم وخرفان وخبوصه 5 ملايين وما صارت ما شاء الله عليك الصلاة على محمد
هاي شيلة خرافة الدلال فواز أبو الوسام ما شاء الله تبارك الله. أنا فواز شلونك؟ أخبارك؟ شلونك أخبارك؟ الحمد لله بينت علينا. الله راسه يعني فواز. لا والله غبت عنا لا يوم قمت تمر من هنا ومن هنا ما عاد نشوف. لا يا أبو فواز. تم البيع. عيد خير. سفت ان شاء الله سفت خير. ابو وسام شلون السوق زين السوق؟ لا والله حركه كويسه زينه لا بس. ان شاء الله. خروف زين ان شاء الله. ما شاء الله. الخشن ولا خروف كله شغال ولا بس الكبير؟ يعني. الكبير ابيع ابيع كله أبيع. شغال بس ابيع. اي انشط يعني بالبلد. انشط يريدون ربط هذا. تمام فوز. ما الربط؟ الله يبارك فيك. والله لو ما يشتري صوره باكر.